قتل 37 عنصرا من مقاتلي حركة طالبان في اشتباكات جرت خلال عملية أمنية للقوات الأفغانية شمالية أفغانستان. وقال نائب الرئيس الأفغاني رشيد دوستوم الذي يشرف بنفسه على العملية الأمنية ضد طالبان، قال إن العملية أسفرت عن مقتل 2 من قوات الأمن، كما أسفرت عن إصابة العشرات من عناصر الحركة والقبض على 12 آخرين بينهم باكستانيون.